حياة. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الاهلي في كل مكان. يوم جديد معاكم وحارس الاهلي. النهاردة الحقيقة حلقة أتمنى أنها تعجبكم لأن فيها حاجات كتير جدا، لكن خلوني في الأول أشكركم على ردود الفعل الرائعة عن الأسبوع الأول مع برنامجكم حارس الأهلي عبر قناة النادي الأهلي. ونوعدكم إن شاء الله كلنا من أولنا لأخرنا كفريق عمل في القناة وناس مسؤولين وكل الناس إن شاء الله نكون عند حسن ظنكم دائما وأبدا، ويا رب إن شاء الله نكون على قد الثقة بتاعت حضراتكم. النهاردة هنتكلم في موضوعات كتيرة جدا، لكن كالعادة بنبدأ بتدريب النادي الأهلي. النادي الأهلي الحقيقة اللي شايفه أنه في شكل جديد، في حالة جديدة داخل النادي الأهلي. هم عارفين أن هم داخلين على السوبر الـ15، وانتوا عارفين أنه من الموسم اللي فات تغير شكل بطولة السوبر المصري. بطولة السوبر المصري كانت دائما وأبدا بطل الدوري وبطل الكاس، أو بطل الدوري وتاني الكاس لو حد جمع ما بين الدوري والكاس. لكنه الاتحاد المصري قرر الموسم الماضي أنه يغير شكل البطولة وأنه يعملها من 4 فرق. بطل الدوري، بطل الكاس، بطل الرابطة، والكارت صاحب الكارت الذهبي. صاحب الكارت الذهبي لأول مرة هو نادي الزمالك هذا الموسم. وكالعادة بطولة السوبر المصري بتقام في دولة الإمارات العربية الشقيقة، وما أدراك ما الإمارات والعلاقة الطيبة التي تجمع بين الشعبين والقيادتين. كل شيء جميل تقوله ما بين مصر والإمارات ومصر وكل الدول العربية. الـ15 المرة دي لها طبع خاص لأنه جاية بعد مباراة السوبر الإفريقي وضربات الترجيح التي حرمت الأهلي أو حرمت الأهلي من الفوز بالبطولة. لعيبة النادي الأهلي عارفين أنهم محققين السوبر 14 مرة في تاريخ النادي الأهلي، من 21 نسخة 7 النسخ التانية اتقسمهم 4 أندية، منهم الزمالك بـ4 ألقاب. من 2004 الأهلي ما غابش عن المشاركة في مباراة السوبر المحلي، من 2004 لحد وقتنا هذا 17 نسخة متتالية. البطولة اللي هتتلعب خلال أيام هي 18 نسخة سابقة من 21 تواجد فيها الأهلي طرفا في لقاء السوبر. لقب 14 مرة والوصيف 4 مرات. الأهلي حقق اللقب في 2003 و2005 و2006 و2007 و2008 و2010 و2012 و14 و15 و17 و18 و21 و22 و23. الوصيف زي ما قلت لك كانوا 4 مرات، 2009 2016 2019 2020. يعني لم نخسر السوبر المحلي سوى 4 مرات، منهم 3 مرات بضربات الترجيح، كان منهم 2 أمام نادي الزمالك اللي هي نصف تتويجات الزمالك كانت بضربات الترجيح 2 من 4. إذن اللعيبة عارفة القصة كلها من أولها لآخرها، الحدوتة شكلها عاملة إزاي.